عود مرة أخرى لرام الله مع السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح. السيد دولة، بالتأكيد سنناقش معك هذه التصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، لكن قبل أن أذهب إليه كان هناك سؤال متعلق بالتحركات التي تصاحب دائما أي عملية يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة أو في منطقة في قطاع غزة. أيضا داخل الضفة الغربية هناك تحركات تتم، كان يمكن من ضمنها أسر واعتقال عدد من الذين تم الإفراج عنهم حتى سابقا في هدن سابقة. صحيح، وهو إيمان ليس مصاحبا. حقيقة العدوان بدأ في الضفة الفلسطينية في آخر عام ونصف أو عامين، كان سموتريتش وابن كثير وهذا اليمين المتطرف والذين صاروا هم جزءا من أصحاب القرار في حكومة الاحتلال، كانوا قد وضعوا مشروعا للضم والاستيطان والتهجير والتهويد. كل تفاصيل هذا المشروع هي تتعلق بالضفة الفلسطينية، ثم أنهم شنوا عدوانا متواصلا على عديد المخيمات الفلسطينية والقرى والبلدات الفلسطينية، وكنا نشهد عددا من المجازر الدامية في الضفة الفلسطينية ما قبل 7 أكتوبر. ما بعد 7 أكتوبر تحولت المذبحة والمجزرة إلى غزة، لكنها لم تجنب الشعب الفلسطيني في الضفة هذا الاستهداف المتواصل، وبالتالي شنت هذه الحكومة المجرمة حربا شاملة على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وظلت تواصل عدوانها على الضفة الفلسطينية حتى تنفيذا لهذا المشروع الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني. نعم، ما بعد 7 أكتوبر في الضفة كما تفضلت يعني وصل عدد المعتقلين إلى ما يزيد عن 10,000 فلسطيني فقط اعتقلوا ما بعد 7 أكتوبر. طبعا جزء منهم لا يزال قيد الاعتقال، وجزء منهم تم تحرير، والسجون اليوم فيها تقريبا أقل من 10,000 بقليل معتقل داخل السجون، تعرضوا لأسوأ أشكال القمع والتنكيل التي لم تمر على الحركة الأسيرة منذ السبعينات وحتى اليوم، وصلت إلى الإعدام والتعذيب وما إلى ذلك. وبالتالي العدوان هو شامل على غزة وعلى الضفة وعلى القدس. طيب سيد دولة، أعود للمؤتمر اللي تبعناه منذ قليل، وهذه الكلمة لأنطونيو غوتيريش، وهذا يمكن ليس بجديد، دائما ما يخرج وينتقد تصرفات إسرائيل ومعاندتها للقانون الدولي والالتزام بكافة القوانين الدولية المتعلقة بالأزمات والحروب، وبشي هذا أو في هذه الكلمة أشار إلى أن الهجوم على رفح هو خطأ استراتيجي وكابوس إنساني. ما الذي لفتك في حديث الأمين العام للأمم المتحدة وكيف يمكن أن يكون تأثيره؟ صحيح، حقيقة أن السيد غوتيريش دائما ما عبر عن مواقف إنسانية وقانونية حقيقية تليق بالمكان الذي يتولاه هذا الرجل المستقيم، لكن المشكلة مع السيد غوتيريش أن أدوات التنفيذ في المنظومة الدولية لا تنفذ ما يقوله غوتيريش ولا تعمل على وقف تلك الجرائم التي تحدث، ويتحدث عن مدى فظاعتها وعن مدى مخالفتها للقانون الدولي والإنساني. من المهم فيما قاله السيد الأمين العام أنه لا يلتفت على ما يحصل في رفح على أنه عدوان أو عملية محدودة، هو يتعامل أن هناك هجوما على رفح، هذا المكان الذي كما قلنا فيه 1,200,000 أصلا يعيشون تحت أسوأ الظروف وما من أمان، وغالبهم نزحوا للمرة الثالثة والرابعة على التوالي ويعيشون دون أي مقومات الحياة، يتم اللحاق بهم من جديد في رفح، وبالتالي هو يحذر العالم من جديد عن أن نتنياهو سيقدم على مذبحة دامية جديدة ستكون تبعاتها كثيرة، وعلى العالم أن يفعل أدواته لإجباره على عدم الهجوم على رفح ولمساءلته ولمحاكمته، وهذا نداء لمحكمة العدل الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع وأن تفعل من إجراءاتها التي حققت فيها فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية. كل ما حصل من جرائم إبادة جماعية سيكون صغير لربما مع ما سيحدث من جرائم في رفح إن تم الصمت عن هجوم نتنياهو على رفح.